تحاول حزبها كسر النقابة بعد ادعاءات سحب رئاسة النقابة من الأمين العام عبد الكريم بوجناح. فندت النقابة الوطنية لعمال التربية ما تم تداوله من قبل أطراف تعتبرها دخيلة على النقابة والتي تدعي سحب رئاسة النقابة من عبد الكريم بوجناح، وذلك بعد صدور حكم قضائي شهر جوان المنصرم يقضي عدم شرعيته على رأس النقابة، وهو ما وصفته بالحكم القضائي المزعوم. يكون في علم الجميع كذلك بأن هذه المجموعة متابعة قضائيا يعني بصفة رسمية، ولكن خلقت نوع من البلبلة. مضطرين اليوم حنا كمسؤولين في النقابة الوطنية للتربية باش نجاوبوا يعني إعلاميين، لأنهم هما تكلموا إعلاميين في المنبر تاع الشروق اللي نحترموه بزاف، وقالوا باللي هما يمثلوا النقابة وما في يدهم حتى وثيقة إلا الحكم المزعوم، وحتى الحكم هذاك المزعوم راه مطعون فيه على مستوى المحكمة العليا. أصابع الاتهام وجهتها النقابة الوطنية. نتمنى أن التربية ما تدخلش في الشؤون القانونية للنقابة، لأن القانون 914 راهو يتكلم في المادة 15، ما عنده حتى واحد حق يدخل في شؤون النقابة. اليوم راهي وزارة العمل راح تبلغت وزارة التربية على القيادة الشرعية. وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر حكما شهر جوان المنصرم يقضي إبطال شرعية مؤتمر 2003 الذي منح ثقة للأمين العام عبد الكريم بوجناح. تذمر واستياء كبيران عبر عنهما سكان حيي قاوش وزواوة.